swadan isila masijan hasdangwa batre takar kalapar laiwasu udam ulha hayash takar bal tashadau السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من تجميل الشامل لفار كراي برايمال على قناتكم المواجهة الخاصة بألعاب الفيديو. حلقة اليوم كما وعدتكم في نهاية الحلقة الماضية سوف نحاول من خلالها التطرق لمحارب الأودام عفوا دا ومحارب الإزيلا روشاني. إذا دعونا أولا نتفقد سجن محارب الأودام دا ونحاول التحدث إليه ونرى ما الذي سوف يحتاجه حتى نقوم. يبدو أن القفص فارغ. هو Udam Sanchita. Guarda. Udam. Palhuinja Huguana. Ma mash damsham. Udam guarda. Damas krawadandaf. Winja barda sapwi. Nay. Udam aywa tani bar. Widum. Winja udam barash. Ay, maskadash. Okay, يبدو أنها أعطت الأمر من أجل إعدام أول أو عفوا لماذا أستمر في قول أول. يبدو أنها أعطت الأمر لإعدام دا من الأودام ويجب أن نقوم يعني بالتوجه إلى هناك ومحاولة إنقاذه. لكن قبل ذلك وبفعل سوف ينتظرنا لأن هذا هو نسق القيام بالمهام في اللعبة. سوف ينتظرنا لذلك سوف نحاول تفقد كذلك سجن روشاني ونرى ما الذي حصل معه. ربما قد نجده كذلك تعرض لنوع من المضايقات. أتمنى أن لا يتم تفعيل المهمة بشكل أوتوماتيكي. دعونا نذهب ونتحدث إلى روشاني. نريد كذلك أن نقوم بتفعيل مهمته ونقوم بأدائهما معا إن شاء الله في هذه الحلقة. وينجا؟ أوكي يبدو أنه متواجد هنا. كيف حالك أيها المتكبر المتملق؟ تيوال كاوشي نيسو فو مايغا آي شين لاوشتا موتي ساكوش وينجا وال كاوهي بي تاهاي سالوايا ومانا Masi wandar sashman dramas hashaugas taichars sashman tashyata nu palhu wenjai hatrada hata su gaujata ma u twarshi suman umana أوكي. قلت لكم يا شباب أنه متملق مستعد لبيع أي شيء من أجل أن يحصل على حريته ويخرج من هذا السجن. لكن يبدو أن تكار مفاوض بارع. إذا لدينا الآن مهمتين. الأولى نحاول إنقاذ دا لأنه لازال مفيدا بالنسبة لنا وبالنسبة لتكار. والمهمة الثانية هي أن نحاول أن نسرق حبوب قبيلة الإزيلة من أجل أن نبدأ يعني ممارسة الزراعة كذلك. صراحة أتمنى لو أنه يمكن أن يحدث تغيير بصري جميل جدا في المنطقة عندما نسرق الحبوب. مثلا نبدأ بمشاهدة بعض المزارع هنا في المحيط سوف يكون ذلك رائعا. لست أدري صراحة هل سيكون الأمر كذلك عندما نسرق الحبوب. دعونا نقوم بالمهمتين ونرى النتيجة يعني في نهاية المطاف. إذا نلتقي بعد قليل شباب في المهمة الأولى. أوكي يا شباب أنا أقترب تقريبا وصلت. سوف نحاول أن نرى ما الذي يجب أن نقوم به هنا. دعونا ننزل لدينا مساحة وبالتالي يجب أن أدخل إليها بحذر. دعوني أرى ما هي الحيوانات المتواجدة هنا. أوكي لا وجود تقريبا لحيوانات. ربما سوف أواجه البشر فقط لذلك ربما أحتاج الجاكوارا السوداء. أستدعيها هكذا بشكل سريع.
ثم بعد ذلك دعونا نقوم أولا بالترقية المتوفرة هنا، أو ننتظر بعد إنهاء المهمة. ننتظر بعد إنهاء المهمة. أوكي، ماسكا بيتش، كيف سوف نقوم بإنقاذه؟ تم إلقاؤه إلى أسفل. أوكي، ربما تم إلقاؤه وسط المياه يعني، وهو موثق وبالتالي لا يستطيع السباحة للخروج من هناك. أوكي، كيف سوف نوقف الماء؟ أوكي، لا يؤثر بهم ذلك. أوكي، إذن دعونا نقوم بتخصيص الوصفة الخاصة ب هكذا. ثم نسرع. أصعد لأعلى بشكل سريع. أوكي، وأعود إلى السطح. Winjai, da barom. Sa krauhadan da winjai, da iskwati balhasa. Da, Mari, kwai da shwadam Mari. Shaja shwadam kwaifa. Gastia, machasar. أوكي، تكار يبدو أنه تحول إلى شخصية قوية جدا، والآن يبدو أنه يفرض يعني سيطرته على القبيلة. أوكي، إذا انتهت المهمة الأولى كما لاحظتم، مهمة يعني خفيفة ليس بها الكثير من العمل، فقط حاول استعمال الوصفة الخاصة بإطالة النفس تحت الماء حتى تستطيع يعني القيام بسد الثغرتين الأوليين بشكل سريع. لكن تذكر دائما أنه أول شيء تقوم به هو التخلص من الأسماك العضاضة، لأن ذلك يساعدك في القيام بالأمر دون مشاكل. الأسماك العضاضة عادة ما تخلق مشاكل كثيرة. دعونا نحصل على السمكة التي قمنا باصطيادها. أين هي؟ أوكي، يبدو أنها اختفت للأسف. للأسف اختفت، وأضعنا يعني أضعنا الجلد التميل الخاص بها. ربما كان سوف يفيدنا في نوع من عمليات الكرافتين أو الصناعة، لكن لا بأس.
أين هو المكان الذي يجب أن نصعد منه؟ ماذا لا تصعد؟ أوكي، إذن يا شباب الآن سوف ننتقل بشكل سريع إلى مكان تواجد المهمة الثانية ونحاول أن نرى كيف سوف تدور كذلك. أعتقد ربما أنه المهمة الثانية سوف تحتاج عمل أكثر لأنه بها عامل السرقة، وربما سوف نحتاج التوغل بشكل سلس دون أن نثير الانتباه حتى نستطيع الحصول على تلك البذور التي سوف تؤهل الوينجا لبدء عملية الزراعة الخاصة به. إذن نلتقي بعد قليل يا شباب. أوكي يا شباب، أصل إلى مكان بدء المهمة هنا كما تلاحظون، وسوف نحاول الآن إطلاق المهمة ونرى ما الذي سوف نحتاج القيام به. أوكي. سوشال هانشانتي ساشمان وايدا داوسم. أوكي، يتواجدون في الجوار، يجب أن أقوم بالحصول الآن على البذور. إذن المكان الأول هنا، يجب أن أصل إلى هذه النقطة وبعد ذلك أقوم بتقصي الأمر. أوكي، لدينا أحدهم هنا. سوف أحاول سلع البومة. أوكي، يبدو أنه يتواجد شخصان. هذا الشخص يحمل تلك البذور، ما الذي يجب علينا القيام به الآن؟ يبدو أنه سوف يبدأ السباق على ما يبدو. أوكي، تحصلنا عليه. سوف نقوم بالنزول الآن والحصول على البذور. ذلك الشخص لم يرى شيئا. ممتاز جدا، لم يرنا أحد. نتحصل على المجموعة الأولى من البذور. أوكي، لدينا ثلاثة مجموعات من البذور يجب أن نتحصل عليها. إذن يجب أن نبحث عن البذور الأخرى. أوكي، المجموعة الثانية تتواجد بهذا الاتجاه. سوف أحاول استعمال البومة مرة أخرى، لذلك سوف أنتظر قليلا إلى حين يعني ينقضي الوقت اللازم لكي تقوم بالهجوم مرة أخرى. يختبئون وسط الأعشاب، لماذا؟ أوكي، سوف أتخلص منه في هذه النقطة. ممتاز جدا. أوكي، لم يرنا أحد مرة أخرى، وهذا أمر جيد. الآخرون لم ينتبهوا، وهذا أكثر من ممتاز صراحة. لنقوم بإثارة النحل. أحدهم كان مختبئا هنا في العشب.
اوكي نحصل على الحصة الثانية. اذا الى حدود الساعة يا شباب نحن نقوم بسرقة يعني بدورهم دون ان يعلموا شيئا. المجموعة الاخيرة تتواجد هناك كما تلاحظون على النهر، لذلك سوف انزل من هنا لكي اتجنب تلك المجموعة الكبيرة من المحاربين. ونحاول الآن الانطلاق إلى هناك. أحاول أن أحافظ على يعني مسامعي متيقظة. حتى أتمكن من رؤية ال... أوكي يبدو أنه قادم من هنا. ممتاز جدا. يبدو أنني يا شباب يعني لحسن حظي استطعت يعني أن أقوم باعتراض طريقه دون أن أعلم. يعني حتى هو لا يمر من الممر الآخر الذي يتواجد به الكثير من الإزيلة، بل يمر من هنا. ما رأيكم ما هو أفضل طريق للهروب والخروج من هذه المنطقة؟ ربما عبر النهر. أو فقط هنا. يعني عندما نتجاوز هذا الحاجز الأصفر. ممتاز جدا. يعني يا شباب بالقليل من التفكير استطعنا القيام بالمهمتين أو بالمهمة الأخيرة بشكل جيد. إذن الآن قمنا بسرقة البذور. دعونا ندخل أولا ونقوم بعملية التطوير التي نمتلكها. نمتلك كرافتين هنا، نحصل على قنبلتي نحل وكذلك 4 فخاخ. ممتاز جدا. الآن سوف أحصل على 6 فخاخ و3 قنابل نحل، لكن سوف أختار ألا أقوم بهذا التطوير الآن لأنه ربما قد نستطيع بناء يعني كوخي يعني داه وروشاني، لذلك سوف أحاول الآن الانتقال إلى القرية وأحاول أن أرى كيف سوف يكون الأمر يعني بعد أن قمنا باستعادة داه من هناك وتأدية مهمة روشاني. سوف نعود الآن ونرى هل نستطيع بناء الكوخين الخاصين بهما. إذا بالنسبة للمهارة التي سوف أقوم الآن باقتنائها، يا ترى ما هي أفضل مهارة يمكن أن أحصل عليها الآن؟ أوكي ربما أفضل أن أحصل على هذه المهارة أولا لأنها سوف تساعدني في الكرافتين. Improved chance of finding more rare wood, stone and reeds. نستطيع الآن الحصول على أحجار نادرة بشكل أكبر، وكذلك ريدز نادرة بشكل أكبر، وهي تساعد في عملية بناء الأكواخ والصناعة. لذلك سوف أقوم بتعلم هذه المهارة هكذا، وننتقل مباشرة الآن إلى القرية لنرى ما هي نتائج المهام التي قمنا بها الآن. أوكي ننطلق بشكل سريع ونرى نتائج المهمتين. هل سوف نستطيع بناء الكوخين الخاصين بكل من روشاني ودا؟ أتمنى صراحة ذلك. أوكي في الكثير من الأحيان عندما تصل إلى القرية يكون هناك تباطؤ في عدد الإطارات في الثانية. سوف أحاول حل المشكلة والعودة بشكل سريع. اوكي يا شباب تم حل المشكلة عفوا. في بعض الأحيان ما الذي يحدث هو أنه بعض البرامج التي يعني تقوم ببعض الأشياء يعني خلف الشاشة تؤدي إلى هذا الأمر. يعني هناك نوع من عدم التوافق بين يو بلاي، ألعاب يو بلاي عموما، وبين البرامج التي تدور يعني في الخلفية.
خصوصا عندما يتعلق الامر بستيم، يعني عندما يقوم ستيم مثلا بتحديث بعض الاشياء او اخراج بعض الرسائل، عادة ما يؤدي الأمر إلى تباطؤ إطارات الشاشة بخصوص لعبة Far Cry Primal، أو مثلا عندما أكون ألعب على الديفيجن. إذن دعونا نتحدث إلى دا ونرى ما الذي حصل. تورشي قبل بوري شوابا شارش ميه شاها نادا ماري والها سارتا غوارغواي. أظن أننا الآن سوف نكون قادرين على بناء الكوخ الخاص به. ممتاز جدا. إذن لهذا لم أرد أن أقوم بخسارة الموارد التي أمتلكها، دعونا نقوم ببناء كوخ دا. يا ترى هل أمتلك موارد لتطويره؟ نورت سيدار، نورت كلاي، رار رينو سكين. أوكي، سوف أحتاج الحصول على الوحيد القرن النادر حتى أستطيع أن أقوم بتطوير الكوخ. أوكي، وحيد القرن النادر، نادر بالفعل، يعني لحدود الساعة لم أتمكن من رؤيته. يمتلك قرن غريب، يعني لديه تشعبات في الأمام. إذن الآن دعونا نتجه للخارج ونحاول أن نتحدث إلى روشاني ونرى بطبيعة الحال. أوكي، يبدو أنني خرجت من الجانب الآخر، دعونا نعود. سوف أتحدث الآن إلى روشاني ونرى هل سوف نستطيع بناء الكوخ الخاص به، ونرى كذلك هل بإمكاننا بناء ربما الكوخ الثاني. إذن بالفعل هناك مهمة خاصة بذا، يعني يمكن أن نقوم بمهمة بشكل مباشر الآن، لكن أولا دعونا نتحدث إلى روشاني ونرى التفاعل كيف سوف يكون. سماركا، حاليا عدد الساكنة كما لاحظتم وصل إلى حوالي 128، وهذا أمر جيد. سماركا باشتا وينجا ساكوين موتي ساكوش كوم نو ساكويتا أوكي، أين يمكن أن نقوم بصناعة الكوخ الخاص به؟ أظن أنه ربما يمكن صناعته بالقرب من هنا. أوكي، لم يظهر جليا في المرة الأولى. جيد جدا، أستطيع القيام بصناعتي. تلاحظون الآن فائدة تقوم بصيد الحيوانات بشكل كثير. رار إلك سكين، يعني قمت بصيد حيوان يعني ضبي عملاق آخر نادر، يعني بعد المهمة التي حصلنا عليها رفقة سايلا أو جايما عفوا، والنتيجة هي أنه سوف يساعدنا الآن في بناء الكوخ دون أن نحتاج يعني لأن نذهب ونقوم بصيده. ساوت مابل، أوكي نمتلكه. ساوت ستون، ساوت روك داست، أوكي جيد جدا. ممتاز جدا، هل أستطيع مثلا تطويرها بشكل مباشر؟ لا أستطيع، أحتاج الكثير من الموارد الخاصة بالجنوب، لكن لا مشكلة. ممتاز جدا، وحصلنا على نقاط مهارة، وكذلك الآن يمكننا أن نقوم بعملية تطوير أخرى. إذا الآن ما هي ربما عملية التطوير التي سوف أقوم بها؟ أوكي، الآن يمكننا أن نقوم بالحصول على المهارتين التاليتين الخاصتين بكل من دا وروشاني. جيد جدا، كلتاهما تحتاجان إلى 3، وصراحة أستعمل قنابل البرسيركر أكثر، لذلك سوف أحاول تعلم هاته أولا وأترك القنابل النارية لاحقا. يعني لدي نقطة مهارة واحدة الآن لا يمكن أن نستعملها على ما يبدو. لماذا يستمرون في إعطائي يعني علامة المهارات؟ أوكي لا بأس، دعونا نقوم بصناعة هذه. ممتاز، والآن سوف أكون قادرا على صناعة التطوير الأخير من
من الحزام الخاص بالفخاخ وكذلك بقنابل النحل. ممتاز جدا. إذن الآن أحتاج جلد دب كهوف لكي أقوم بتطوير الحزام الخاص بالقنابل سواء النارية أو قنابل السم، وكذلك أحتاج ليوبارد سكين. يجب أن أذهب إلى منطقة باردة، وما الذي أحتاجه كذلك؟ أحتاج موارد من الجنوب لكي أقوم بتطوير النسخة الأخيرة من القوس، عفوا من الرمح، ليس القوس. أوكي، في بعض الأحيان أقول أشياء لا يجب أن تقال. أوكي، جيد جدا. إذا الآن أظن أننا أنهينا ربما لب حلقة اليوم، وبدلا من أن أقوم مثلا بتفعيل مهمة أخرى خاصة بالاختصاص، سوف أحاول أن أقوم مثلا بأداء نشاط ثانوي. دعونا نذهب إلى الخريطة ونقوم مثلا بهذه المهمة هنا التي تركناها يعني في الحلقة الماضية، قلنا أننا لن نقوم بالتطرق إليها وذهبنا للقيام بالمهمة الأساسية. الآن سوف نحاول القيام بها يا شباب. إذا نلتقي بعد قليل عندما أقترب من مكان المهمة. أوكي شباب، أنا الآن أقترب من مكان تواجد المهمة، ودعونا نقوم ببدئها بشكل مباشر دون أن نتأخر. يعني أتمنى أن لا أجد الكثير من النشاطات المشاكل الثانوية يعني في الطريق، يعني مثلا أودام أو حيوانات. مانسي تشاردا ويدا داوسم. أوكي، أين تتواجد؟ تتواجد بهذا الاتجاه. أوكي، دعونا أولا نحصل على هاته. لا أريد الصعود، أريد أن نحصل على النبتة. أوكي، ثم نعود بعد ذلك. أوكي، لدينا بعض فيلة الماموت، المهمة سوف تدور بالليل، لا بأس، نريد أن ننتهي من هذا الأمر هنا. يوجد دب على ما أعتقد في الأرجاء، لكن لا بأس، لدي سابرتوث في جانبي، وبالتالي لا مدعاة للخوف. أوكي، هذا هو المكان. أظن أنه سوف يكون خطير. ما الذي قمت به؟ بالفعل على ما يبدو تتواجد بعض الضواري هنا. ماذا لدينا هنا؟ لدينا ذئاب. إلى حدود الساعة لا أثر لذلك يبدو أنه يظهر في الظلام بشكل أفضل. الآن لدي دب يا شباب. علقت هنا. المساحة ضيقة. لكن في نهاية المطاف تمكنت من إنقاذ نفسي. تلاحظون أنه لا يتواجد حيوان، وطبيعة الكهف يعني الضيقة والكثير من المشاكل المتواجدة هنا تجعل يعني هناك الكثير من العقبات للحصول على هذه الحصول على هذه الفطريات.
كما قلت لكم في الحلقة الماضية، الأمر سوف يكون بسيطا، يعني تواجه بعض الحيوانات وتقوم بالبحث عن تلك الفطريات. اوكي الجزء الأخير هنا. يعني باستثناء المهمة لا يمكنك استعمالها يعني في شيء آخر، لا يمكنك مثلا أخذها هنا كما تلاحظون، يعني هي فقط صالحة للمهمة لا أقل ولا أكثر. إذا دعونا الآن نلتقي في القرية شباب ونقوم بإنهاء هذه المهمة. نلتقي بعد قليل يا شباب. أوكي شباب، يبدو أنني سوف أنهي المهمة هنا على ما يبدو. غوارشتا تاكار نوسا بوتي لاي بارام. أوكي ممتاز جدا، إذا أنهينا المهمة وحصلنا على نقطة مهارة إضافية، ويبدو أن الليل سوف ينتهي على ما يبدو. أوكي إذا دعوني ألقي نظرة بشكل سريع على قائمة المهارات، هل أستطيع تطوير شيء معين؟ أوكي نستطيع ربما الآن الحصول على هذه المهارة بالضبط. أريد أن أقوم برفع المدة، مدة فعالية الوصفات التي نمتلكها، مثلا الوصفة الخاصة بالتنفس أو كتم النفس بشكل أكبر تحت الماء مثلا، أو الركض لفترة أطول مثلا، يعني سوف تكون مفيدة جدا الرفع من الوقت الخاص بها أو الخاص بمفعولها، لذلك سوف نقوم بتطوير هذا الأمر هنا. دعونا نحصل عليها. جيد جدا. إذا الآن دعوني ألقي نظرة بشكل سريع على المهارات الخاصة بالأودم والإزيلة حتى نقوم بالتخطيط عمليات الترقية المستقبلية. وهنا لدي إمكانية الحصول على يعني مناعة أكثر ضد الهجمات المباشرة، وهذا أمر جميل. ماذا لدينا هنا؟ أوكي أستطيع أن أقوم في نهاية عملية التطوير أن أقوم بشفاء نفسي دون أن أستعمل أي شيء آخر، وأحصل على مربع إلى 3 مربعات، يعني هذا أمر جيد، يعني عندما لا تتوفر يعني على موارد سوف يكون مفيدا. أوكي إذا نحتاج 4 نقاط مهارة، هنا نحتاج 3. نحتاج 3 6. أربعة. أوكي إذا يبدو أن روشاني يمتلك أكثر يعني مهارات للقيام بتطويرها، وخصوصا هذه المهارة هي أفضل مهارة فاير ماستر 1، يعني لن تقوم باستعمال الدهون، لن تستعمل الدهون بعد أن تقوم بتطويرها، وبالتالي تختزل كثيرا في الموارد، يعني تصبح تشعل النار دون الحاجة للدهون. وهنا if you set a weapon on fire. أوكي فاير ماستر 2، عندما تشعل سلاحا بالنار مهما غيرت الأسلحة جميع الأسلحة التي سوف تقوم بتغييرها سوف تكون يعني مشتعلة بالنار، وهذا أمر جيد، يعني يختزل في الوقت كثيرا خصوصا عندما تكون في مواجهة وسط ظلام مع حيوانات أو يعني أعداء. في بعض الأحيان قد تجد أن السلاح الذي تقوم بحمله بشكل مبدئي ليس مفيدا، وتريد يعني تحويل السلاح، فجأة تجد أن السلاح الآخر لا توجد به نار، وفجأة تجد نفسك أنك لا ترى شيئا، وبالتالي تصبح الأمور أكثر صعوبة. لذلك فهاتين المهارتين جيدتين جدا، سوف نحاول ربما الاقتصاد في نقاط المهارة حتى نحصل على مهارات الأودم ومهارات الإزيلة مستقبلا إن شاء الله. إذا أظن أننا أنهينا حلقة اليوم بشكل جيد، قمنا بمهمتين خاصتين بدا وروشاني، تمكنا من بناء الكوخين الخاصين بهما، وقمنا بنشاط ثانوي خاص بقرية الوينجا، وبالتالي فالحلقة كانت بها نشاطات كثيرة وكانت بها أشياء كثيرة استفدنا منها بطبيعة الحال من أجل التتميم الخاص بنا، وبالتالي تاكار يصبح أقوى فأقوى كل مرة نقوم بأداء مهام والحصول على نقاط مهارة جديدة وتطوير أنفسنا. إذن لم يتبقى إلا أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. That's Walham.